الجنوبيه كلها في الدلتا تقريبا دلوقتي في الحته بتاعتهم. فهي جات لها منحه عن طريق الاهرام شهر، مده شهر. وفي دكتوره جان من المنصوره جالها منحه اسبوعين في الدنمارك. طبعا كلنا عارفين ان الدنمارك دي البلد اللي فيها الصحفي اللي عمل الرسومات المثيره للرسوم، تمام؟ لكن هم شعب لطيف جدا. وانا هقول لكم انا خدت الصوره دي عشان تعرفوا ان الشرب ده من المستشفى. هما في ستريكت يونيفورم لازم بتخش اوضه اللبس وتعمله، حتى الاشارب عليه البادج لازم تقلع. يعني هما بيحترموا اسلامك، بيحترموا دينك. الصحفي اللي هو اللي عمل كده هو مركب متركب الايس كيس باوت 70 او اولدر، وبيجي المستشفى في حراسه مشدده يعمل الفولو اب بتاعه. المدينه اللي احنا ياسمين طبعا بشكرها ان هي رتبت لي الزياره دي على عجاله، ومن لطفتهم ان هم في المستشفى دي طلبوا مني ان انا اقدم برزنتيشن عن الكتيف سيرجن ايجيبت. فانا استاذنت رئيس الشعبه واخدت محاضره كنا قدمناها في الاهرا دكتور والدي وكامل فهمي ورانيا سمير. فكانت الحقيقه حاجه ظريفه جدا، وانا حطيت فيها فيلم بقى دعائي عن مصر، يلا تعالوا زورونا وحاجات زي كده. فكانت الحقيقه كانت محاضره لطيفه، وكنت بشكر فيها احد المساعدين محمد الألف اللي كان حضرها معايا اونلاين ليله المحاضره، وكانت سريعه جدا. اللبس ده متوفر لنا من المستشفى، وده احد اللابس اللي فيها. اللي ساعدني في المحاضره ده الاخ هنا. المستشفى دي كانت دخلت مسابقه الجامعه المقادير اسمها ارس دبل اي ار اتش يو اس، لكن انا بقى قلت لا دي اسمها عروس، مفيش دبل اف اي كلمه انجليزي شفتها في حياتي. فهي اصلها عربي في الكلمه، ماليش دعوه هم يقولوا اه ولا لا، بس انت فكر فيها دبل اي، عمرك ما شفت كلمه دبل اي، يبقى هي اسمها عروس. حتى هم يطولوا عرس، هم يضموا بهم كده. ده بيعملوا مطار للهليكوبتر في المستشفى، دي المستشفى من بره. والمستشفى كبيره جدا والاكستنشن بتاعها بيمتد، فعاملين عجل. انا حاولت اركب العجله دي بس نظرا لقصر قامتي ما قدرتش اركبها، لانها هم طوال قوي زي الهولنديين كده. فالعجل ده بيركبوه، كل عجله مكتوب عليها الاسم اللي يعني اسم البطنه، اسم الانف، الوحده كذا كذا، عشان لما تتوه العجله يعرفوا هي ركنت فين. دي الانيمال لاب، ده الاندر جراوند زيرو، ودي ياسمين كانت منبهره بيه، قلت لها ان شاء الله لما تروحي بالليل هيضحوكي ويقتلوكي ويدفنوكي ويعلقوكي ويعرفوكي. الانيمال لاب ظريف جدا ان هم بيجربوا فيه، يخلوا الطلبه يعني الكترونيك عامله عندهم ريسيرش يونت، وهي عباره بسيطه جدا. الشهاده اللي بعده دي حته تنظيميه شويه، ان انا بحب النظام، فلقيت الجزم محطوطه كويس قوي، وده يعني فكر نظم. لا انا هات بس الانيمال لاب. طيب انا عايز الانيمال لاب. الانيمال لاب بيشتغلوا على الخنازير، ودي ميترونيك كانت عارفين الليتل سبيس ميكر. الادوات دي طبعا صوره مقلوبه معلش. الادوات دي في قاعه محاضرات، كله بقى ماسك الادوات يعملها. وبعد كده عايز الانيمال لاب. اهي ست ياسمين مسكنا القلب بتاع الخنزير. الخنزير لما هتوقف بيوريك حتى الاناتومي بتاع ده الخنزير وهو في اوضه القسطره. اولا بيستعملوا سي ارم بسيط جدا، يعني حتى لو فكرت ان احنا نعمل انيمال لاب سنوت ده كوستي. اي مكنه قديمه راحت على الريسيرش يونت اللي عندهم وفيري سمبل. وبعدين بتخليك بقى بتشتغل، يعني كل الفريق اللي كان بيتعلم، انا كنتش رايح اتعلم مايكرا، لكن هم ما سالتش بقى الحته دي، هم بيذبحوه. يبقى في حد طب بطل واقف؟ ما اعتقدش. هم الولد ده هو انا عارفه ان هو مجنون، وهو بلاد لافر كده، تلاقي هدومه دم وليه دم، وانا خفت ان ياسمين تروح تقف جنبه كده لا ده بعد ما بيجرب في الانيمال لاب في التريننج بتاعه، بياخدوا بقى على الارض القسطره المايكرا. كل واحد من كان في فريق من اوروبا رجاله كبار كده رؤساء اقسام جايين يتعلموا المايكرا عشان يعملوا كده. اول يوم كان نظري وانيمال لاب، وثاني يوم بقى ده رئيس القسم بيركب المايكرا في بني ادم وهم واقفين يتفرجوا. طبعا كان من كرم اخلاقهم يسمحوا لنا وياسمين احنا لا دافعين مشتركين ولا اي حاجه. نحن طبعا ما لعبناش في الخنزير، بس مش مهم صورنا كل حاجه اتفرجنا عليها. اللي انا هتكلم عنه ان هي ازاي، يعني ايه تكنولوجيا؟ التكنولوجيا مش يبقى انك عندك المكنه فيها تكنولوجيا.
التكنولوجيا ان انت تعرف الكابابيلتيز بتاعت المكنه وتطبقها وتستعملها. انا ورانيا لفين الدنيا، ايش كليفلاند وايش هامبورغ وايش لايبزيج وايش مش عارف ايه، كل الاماكن دي بيروح يدولها التكنولوجيا. مين بقى بيستعمل التكنولوجيا؟ مش كل حاجه. انا سالت ابني احد المهاجرين في المانيا، قلت له عبد الرحمن انا رحت شفتهم بيستعملوا التكنولوجيا دي بحذافيرها، كل حاجه هو قالها انا شفتها لايف. اما في هامبورغ اللي كنت فيها مثلا في الصيف، لا ده يقول لك السمارت تاتش، لا اللي مش عارف الفيستك، لا وما يستعملوش. قال لي ده فرق الفكر بين الاسكندنافيانز والالماني، وهو طبعا ينتمي الى الجنس الالماني بحكم يعني انتمائه للثقافه يعني. قال لي ده الفرق بين الاسكندنافيانز والالمان، الاسكندنافيانز يستعملوا التكنولوجيا ويطبقوها ويعني ابطوا ايه؟ ان احنا كنا فيها في مستشفى جامعي بس بتخدم كل مناطق كبيره. الالمان لا، they resist the technology. قال لي كده resist the technology يعني يعني مش يديها له، لا 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 فين بقى لما تبقى ستل يلا بقى هات التكنولوجيا. فالحقيقه دي قلت له على فكره كمان الدنماركيين شعب لطيف لدرجه طول هما بيشتغلوا بيضحكوا ويهربوا، يمكن اوريكم فيديو كمان دلوقتي كده. قال لي هما كده يعني، دي طبعا اول مره اختلط بالكالتشر دي واتعرف عليهم عن كله. اللي انا هعرضه هيكون عن استعمالهم ابتداء دي دلوقتي التكنولوجيا. كل الكيسز بتاعت انا هتكلم على الاي اف ابليشن، لازم العيان يعمل سي تي ايمج، والسي تي ايمج بتنزل على الجهاز، والتكنيشن بتاعهم هي احد النرسات، هما اثنين نرسات دربوهم عن طريق شركه بايوسنس ويبستر ان هما يبقوا فني كارت، ما يوجعوش دماغهم بقى. التعليم هو التعليم، التعليم هو الحضاره. بتاخد السي تي ايمج وتبتدي تحطها، وبعدين يبتدي هو يعمل الفهم. عندهم سيستم كله بيمشي عليه. اول كيس Now look at the impedance drop. So coloring is the impedance drop. Okay. But we're still looking at this ablation index down here. That's to make sure that both things are correct. Yes. Impedance index, as the ablation index, this is below 600. 550 on the front and okay. 400 on the posterior wall. Okay. And the other thing up, the red one is that one. Yeah. That one. That's the impedance, drop on the tissues. On the ablation. How much drops from, and then we make it from 6 to 10 gram. No, it's so we have to have a good drop to, even though that we are making a good ablation index, sometimes we don't have a good impedance drop. So now it's only Yen doing this, so looking at both. To make sure that it is. Yes. The others are only looking at the... It's 40. بس بتحب تقول ان هو it's a guide and it's not saying that ان انا I made a good lesion. هي الفورس هو بيتكلم عن الفورس اللي هو بيتكلم عنها اللي هي الالوان اللي هي الاحمر الاحمر دايبه دي خلاص effective lesion. والبار بتاعها هنا effective lesion. تمام. دي ليها علاقه بالamount of drop of impedance drop بس احنا شفناها لما كنا في بوسطن شفناها. دي شفناها. ودي color code depending على the amount of impedance drop. The millimeter is the size of the lesion or the that's distance number, between it's all, that's the distance between to my بعد ما طبعا عملت ميرج ما بين السي تي ايمج دي عارفينها والفام ايمج اللي هي بياخدها بالابليشن او بياخدها باللاس. I see it, but it's not high.
And the temperature broke. He went to the grinder between the veins. Yeah. C'est mon métier. Merci. هنا بقى استخدام البرينتر اللي كانت دي اول يعني لو عين فرزمه الاف او فيرست كيس اف ما بيستعملش فيه البرينتر، هو عنده بقى يعني السيستم بتاعه بيستعمل البرينتر لو هي بيرسيستنت او لونج اكستند بيرسيستنت او هي ريلود، يبتدي بقى التكنيك بتاع البرينتر اللي هي اللي احنا شايفينها دي القصيره دي اهي، وهي بتاخد البوينتس بترسمها The extension of 15, 16, and that's, but we don't know where the restrictor is. The red one that we are seeing on the top, that is the one that is talking about, which is the part that is filters. If you see the feet, no. دي كان السبستريت ماب لعيان كان عنده بيرسيستنت اف وكان اندر وينت وان اوف سيشنز اه هو طبعا في سي ادي في نوفست يعني الصور بتاعته وبعد كده نشوف اذا كان في ايريز اوف ستار ثانيه ولا دو هنا ده انا لو سيت هنا ده سو ات از نوت ا ماتر اوف تكنولوجي ات از A matter of confidence, safety, and accuracy, and application of the technology in your brain. Apply it and then use it. Thank you very much.